بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام، الحضور، وسائل الإعلام والفضائيات المحترمة، بداية لابد ونحن في هذا المؤتمر الصحفي المتضامن مع شعبنا البحريني في ثورته المباركة والتي تدخل سنتها العاشرة، لابد من أن نترحم على الشهداء ونطلب الشفاء للجرحى والعودة للمهجرين وفكاك الأسر لكل أسير في سجون النظام الخليفي. تسألوني لماذا لبست السواد اليوم؟ لبست السواد اليوم لأنها ذكرى الخميس الدامي 17 فبراير، ولعلي مع زملائي وأساتذة الأطباء من الكادر الطبي من الممرضين والممرضات في 2011 في دوار اللؤلؤة، عندما اعتدي على الخيمة الطبية، وعندما اعتدي على أعراض الناس، وعندما سقط الشهداء والذين سوف نتحدث عنهم تباعاً إن شاء الله. نحن شعب السلم الذين في مثل هذا اليوم حرق دوارنا، الذين سجن أحبتنا وقياداتنا، سجنت أحبتنا وقياداتنا. نحن شعب السلم الذين عذبت نساؤنا وأطفالنا. نحن شعب السلم الذين ما زالوا شبابنا مطاردين 10 سنوات 9 سنوات ولم يذوقوا لذة الدخول إلى المنزل والاجتماع مع الأهل. ونحن أيضا شعب السلم الذين هجرنا قسرا من ديارنا. هي 9 سنوات ولكنها مرحلة من مراحل النضال لتحقيق المصير وهذا الحق الذي نطلبه دائما. فتحية لكل من كتب ولكل من شارك ولكل من نصر ثورة شعب البحرين. بداية نبقى مع السلام الوطني والنشيد الوطني لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير. ولن أنسى الشهداء الذين أعدموا فجرا في البحرين. تحية للشهداء. نبقى في بداية هذا المؤتمر الصحفي مع كلمة الخبير الاقتصادي السياسي اللبناني الدكتور العزيز محمد حيدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين. تحية لشهداء البحرين، لكل من ناضل من أجل حرية وأهل البحرين، وكل من ساهم في هذه الثورة الإصلاحية. كلمة اليوم هي مقتضبة وقصيرة، ولكنها تتعلق بالظلم الذي لحق بهذه الثورة الإصلاحية خاصة من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لم يكن منصفاً مع ثورة البحرين، بما فيه المؤسسات الإنسانية والحقوقية والهيئات السياسية بشكل عام، والأنظمة التي كانت أيضاً تظهر أنها تدعم هذا الحراك. هذه الثورة الإصلاحية لم تعطى من الدعم الكافي، والذي لا يلامس حدود المطلوب، كي تعطى الدفع والزخم الذي يعزز من قدراتها على الاستمرار في البحرين. مجتمع الثورات العربية أيضا لم يكن منصفا، والذي يعاني من نفس المشكلة ويعاني من نفس النمطية من الاستبداد السياسي، أيضا لم يكن منصفا لا في سلميتها ولا عنفوانها ومواجهتها للنظام الاستبدادي. ولذلك كنا نرى أن موقف كثير من علماء المسلمين قد تغير من ثورة البحرين الإصلاحية، وحتى البعض اتهمها بأنها ثورة طائفية، وهذا كان أمرا معيبا على هذه الثورات، وكان يعني أمر يندى له الجبين، حيث كانوا يعانون من نفس الظلم وأقسى من ذلك، وأبيدوا من قبل هذه الأنظمة التي سكتوا عنها. والمثل على ذلك نحن نتذكر فتاوى القرضاوي وغيرهم بعض العلماء الذين غيروا مواقفهم وصبغوا هذه الثورة بالثورة الطائفية، وهذا أمر كان معيب. على أي حال، لم يكن يعني في هذه الدول العربية وما ادعوا في هذه الثورات الإصلاحية إلا عكس ما كانت تصبو إليه هذه الثورات، بل كانت دعوة إلى قتل هؤلاء الثوار، وإلى العمل الطائفي وعمليات ذبح في عديد من البلدان العربية التي كانت تحاول أن تقوم بنفس هذه الثورات الإصلاحية. على أي حال، لم يكن الشعب العربي أيضا منصفا لهذه الثورة، وبالتالي وكانت هناك تجارب معروفة في سوريا والعراق وفي دول الإسلامية، حتى بعض القيادات الإسلامية الموجودة في هذه الدول قتل بسبب طائفي. ونحن نعرف ماذا حدث في مصر لقيادات إسلامية كانت تدعو إلى الإصلاح. على أي حال، على المستوى الإقليمي لم تكن الثورات العربية لا المغاربية منها ولا المشارقية داعماً لهذه القضية، كما تلقى بقية الانتفاضات أو بقية الحركات الإصلاحية في العالم العربي، بل كانت توجه ضربة لهذا الحراك أيضاً، بل إن تدخل السعودية بدرع الجزيرة على أثر حادثة دوار اللؤلؤة كان من أهم العوامل التي أضعف هذه الثورة، ويدعون بأن هناك تدخل في البحرين في هذه أو من قبل هذه الثورة الإصلاحية من قبل الآخرين، بينما كان هناك من يحاول أن يقضي عليها عمليا. ونعرفنا جميعا ما كانت نتائج وآثار دخول درع الجزيرة من تدمير ومن أعمال نكرة ومن هدم للحسينيات واعتقال للناس وتعدي على الحريات العامة وعلى المدنيين بشكل خاص، وكان هذا نموذجا لاستمرار الاستبداد والظلم في هذه البلدان. يعني حتى البلدان المجاورة للبحرين لم تكن عونا لأهل البحرين في الثورة الإصلاحية، وهذه الثورة الإصلاحية تدعو إلى إصلاحات لأجل البلد وليس لغير أجل البلد، لكن الغطرسة والاستبداد السياسي يأبى بهذا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولعل هذه الأنظمة هي على شاكلة هذا النظام، وبذلك كان هذا موقفها. الموقف الدولي أيضا لم يكن معينا بما فيه الكفاية لدعم هذه الثورة الإصلاحية، بل كانت هناك معايير مزدوجة أو تميز بإزدواجية المعايير قولا وفعلا، وكان له الأثر السلبي على الحراك.
الإصلاحي في البحرين، خصوصا بعد أحداث دوار اللؤلؤة والاتهامات التي وجهت لهذه الثورة الإصلاحية وانتمائها أو محاولة جلب الآخرين أو من الجيران إلى هذه المعركة في الداخل. وبذلك لم يكن منصفا أبدا، بل زاد من الضغط على الحركة الإصلاحية إلى أن استطاع النظام أن يتحلل من كل القيود الإنسانية ومن الأنظمة الدولية التي سمحت له بمزيد من الغطرسة والضغط عليها. وتركت هذه الحركة تصارع النظام الاستبدادي دون خيارات كان أصعبها مر. ولم تستجب الهيئات الدولية والأنظمة الديمقراطية لأقل مطلب من مطالب شعب البحرين، حتى بأن تدعمه ولو في محاكمات عادلة وجهت لهذه القيادات ولهذا الحراك بشكل مباشر وظالم. لذلك لم تعطى لهم الفرصة لمحاكمة عادلة حتى في ظل هذا الاتهام الجائر. واستغل النظام هذه الثغرات وضيق على القيادات السياسية فسجن معظمها ورحل بعضها وساهم في ترحيل الآخرين، وبالتالي في محاولة لإفراغ القيادة هذه القيادة الإصلاحية من الداخل. إن ازدواجية الأنظمة العالمية سمحت للمجاميع المتطرفة التمادي في ثوراتها ودعمتها عالميا وإعلاميا وعسكريا، بينما حرمت هذه الثورة الإصلاحية من أقل دعم يمكن أن تقوم به أو تستحقه. لذلك وأيضا ساهم الإعلام العالمي أيضا في تغييب هذه الثورة الإصلاحية السلمية التي لا يمكن أن تقارن بسلميتها مع بقية الثورات الأخرى أو الانتفاضات الإصلاحية في العالم العربي، والتي حملت السلاح وهاجمت أنظمتها وقتلت من أبنائها ومن أبناء الآخرين من الدول العربية. ولم ينصف الإعلام ولم يعطيها لهذه الثورة الإصلاحية المساحات الإعلامية للتعريف بها وبمطالبها، بل طغى عليه الترويج للنظام الاستبدادي واستمرار بيعه للسلاح وتغطية العقود التي أعطيت إليه، إضافة إلى تغطية هذه الأنظمة لكل هذه العمليات واستمرار بيع الأسلحة، وخاصة الأسلحة التي تستخدم في قمع هذه الحركة الإصلاحية في الداخل. وأعتقد أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك خيارات متعددة لهذه القيادات لكي تساهم في تحريك عجلة الدعم السياسي والعالمي لهذه المطالب الإصلاحية. لعل هذه الخيارات يجب أن يكون متنوعاً وتكون مغايرة لما كانت عليه في السابق، لأن الخيارات التي اتخذت في السابق نعرف نتائجها مسبقاً. لابد من أن تكون هذه الخيارات كما توجهت به بعض الحركات الإصلاحية، ويجب أن تكون محسوبة بدقة وعناية من حيث الإمكانات الداخلية والقدرات والفعاليات، وإعطاء الدعم لها أيضاً من الخارج أسوة ببقية الحركات الإصلاحية في كل العالم. ألا يتلقى النظام دعماً من دول الخليج؟ ألا يتلقى دعماً من الحكومات الأوروبية والحكومة الأمريكية لقمع هذه الحركة الإصلاحية؟ ألا تستحق هذه الحركة الإصلاحية الدعم السياسي العالمي الإقليمي والمحلي لكي تأخذ مسارها الصحيح وإعطاء حقوق الناس، حقوق هذا الشعب البحريني الذي لا يطالب بأقل يعني من أدنى حقوقه المشروعة عالميا؟ أعتقد أنه أصبح من الضروري جدا أن يكون هناك دعما آخر ومن نوع آخر لهذه الحركة في داخل البحرين وخارج البحرين، وبالتالي لكي يشد من عزيمتها وقوتها الكافية لإوجاع النظام المتغطرس لكي يحترم حقوق هذا الشعب. بطبيعة الحال طبعا نحن نحترم الخيارات التي تقوم بها أو تقررها قيادات هذا الحراك، ولكن أصبح من الضروري أن يكون هناك خيارات أخرى على أمل أن تحقق مطالبها وتحقق العدالة لشعبها في البحرين وتكون نموذجا يحتذى به ويفتخر به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل الشكر للدكتور محمد حيدر الخبير الاقتصادي والسياسي اللبناني على هذه المقاربات التي لخصت ظلامة شعب البحرين، وعندما تحدث عن حتى الظلامة الإعلامية التي تستخدمها وسائل الإعلام لكي لا تنقل الحقيقة الواقعية التي تحدث في البحرين. البحرين في فجر هذا اليوم زفت شهدائها، فجر الخميس الدامي، الشهيد الحاج علي خطير من سترة، الشهيد محمد أبو تاكي من سترة، الشهيد علي المؤمن من سترة، وما أكثر ما قدمت سترة، الشهيد الحاج عيسى عبد الحسن من سترة، كلهم استشهدوا لجيل قادم يعيش بالحرية، لثورة تؤسس لدولة، لكن كما هو الحاصل الآن من حكومة عصابات ونظام عصابات يغتال ويغتصب ويرتكب الانتهاكات الدولية. الآن مع الناشط السياسي وابن الوطن الغالي المهجر قسرا من وطنه الأستاذ العزيز علي الفايز وكلمته. يقول تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. السلام على شهداء البحرين، السلام على سجناء الرأي المعتقلين ظلما وعدوانا، السلام على أمهات وآباء الشهداء، السلام على أمهات وآباء المعتقلين، السلام على المطاردين الذين لا يجدون ملاذا، السلام على عوائلهم أمهاتهم وأبنائهم، السلام على شعبنا المقاوم الذي يسير على طريق النصر إن شاء الله. ندخل العام العاشر من ثورة 14 من فبراير، 9 سنوات من هذه الثورة الشعبية، ثورة تمتلك كل مقومات الانتصار، ثورة لديها شرعية في مطالبها، في أدواتها، في أسلوبها، في مشروعها، ثورة تعمل في إطار القانون الدولي بل وحتى ما يسمى بدستور 2002 القانون المحلي. هذه الثورة تطالب فيما تطالب بأن يكون الشعب مصدرا للسلطات جميعا، تطالب فيما تطالب بأن يحصل شعب البحرين، شعبنا، أهلنا على حقهم في أن يقرروا مصيرهم. هذا الكلام ليس كلاما إنشائيا وليس بدعة من أبناء شعب البحرين، هذا الكلام تقره الأمم المتحدة ويقره حتى دستور حاكم البحرين الذي أتى بإرادة منفردة وفرض على أبناء شعب البحرين في العام 2002. هذه الثورة كانت وما زالت سلمية لأنها تريد الخير للوطن، هذه الثورة سلمية لأن أبناء شعب البحرين جبلوا على أن يكونوا سلميين، لأن أبناء شعب البحرين هم في حقيقتهم سلميون، ليسوا متوحشين كهذا النظام. هذه الثورة شعبية لأن من خرج في هذه الثورة بأقل التقادير هم أكثر من نصف أبناء شعب البحرين، عشرات المسيرات تضم مئات الآلاف،
وكان يحق ومن واجب ومسؤولية ما يسمى بالمجتمع الدولي أن ينتصر إلى شعب البحرين، أن يحترم ما يرفعه من شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن يحترم القانون الدولي. لكن للأسف هذا المجتمع الدولي قرر أن يصطف مع الاستبداد، لأن ما يحكم السياسة الخارجية ليست القيم والمبادئ، ليس القانون الدولي، بل المصالح. في 14 مارس عندما دخلت قوات الاحتلال السعودي، دخلت لأن كان هناك صفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الإمارات والسعودية، تدخل قوات الاحتلال السعودي الإماراتية الخليجية إلى البحرين وتقمع أبناء شعب البحرين في مقابل أن يسكت عن غارات حلف الناتو في ليبيا. هذه هي الصفقة. الأمريكان ربما لم يطلقوا رصاصة على أبناء شعب البحرين، لكن بالضوء الأخضر شاركوا في القتل. الأمريكان ربما لم يعذبوا تعذيبا مباشرا، لكن الأمريكان هم من أعطوا الغطاء السياسي والدعم اللوجستي إلى هذا التعذيب وإلى هذا القتل الذي حدث في الشوارع، والذي نذكر اليوم فيه يوم الخميس الدامي. الدعم البريطاني أيضا لم يكن دعما أقل من الدعم الأمريكي، لوجستيا، سياسيا، إعلاميا. وبالأمس خرج علينا السفير البريطاني في البحرين ليشيد بالاستبداد في البحرين. هو هذا السفير البريطاني مكلف بهذه الإشادة، وكأن بريطانيا تقول بشكل واضح وصريح إلى أبناء شعب البحرين أن الشعارات وأن القيم التي ترفعها بريطانيا عندما تصطدم بالمصالح لا تساوي الحبرة والورق الذي كتبت عليه. واليوم وللأسف الشديد ذهب نظام آل خليفة إلى أبعد من ذلك، ذهب ليبحث عن الدعم الصهيوني. اليوم هناك عمل استخباراتي أمني عسكري للكيان الصهيوني في البحرين، على الأقل فيما نعرفه موجه ضد المعارضة، على الأقل فيما نعرفه. هذه السياسة المجنونة التي يقوم بها حاكم البحرين والتي يقوم بها نظام آل خليفة في البحرين تضع البحرين في خطر محدق. الخطر الأول الذي تواجهه البحرين، الخطر الحقيقي، هو خطر الهوية. وهناك نقطتين أساسيتين: التجنيس السياسي بما له من آثار في تغيير ديموغرافيا البحرين، وطبعا آثار اقتصادية، والتطبيع مع الكيان الصهيوني. اليوم البحرين أصبحت منصة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. البحرين التي كان أبناؤها يجمعون الأسماء لمن يريد للذهاب لفلسطين في العام 1948، اليوم في العام 2020 بل قبل ذلك أصبحت منصة معلنة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. هناك خطر اقتصادي واضح إلى جميع أبناء شعب البحرين، أسبابه حتى لا أطيل: الفساد المحمي من قبل ديوان الحاكم، والمحمي من قبل المؤسسات التي يصنعها ديوان الحاكم. الارتهان للخارج الذي يفرض صفقات عسكرية على نظام آل خليفة، أصلاً البحرين ليست بحاجة إليها. نحن لا نحتاج لشراء طائرات حربية ولا إلى معدات حربية، وأصلاً البحرين ليست بحاجة للدخول في حرب. جغرافيا البحرين، حجم البحرين يدعوها لأن تسلك المسار الدبلوماسي والسياسي في مقاربة العلاقات الدولية.
وليس أن تسلك المسار العسكري. للحل الأمني الذي فرضه حاكم البحرين ونظام آل خليفة في مقابل مطالب أبناء شعب البحرين، بدل أن تكون هناك طاولة للحوار، بدل أن يكون هناك استفتاء شعبي، بدل أن يكون هناك مجلس تأسيسي منتخب من أبناء شعب البحرين، نظام آل خليفة قرر أن يستخدم الرصاصة وغازات المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القتل. أيضاً اليوم هناك سياسة جديدة تمس باقتصاد الفرد في البحرين واقتصاد الدولة، وهي تفضيل الأجانب في مقابل استبعاد أبناء شعب البحرين، وهذه السياسة يمسها جميع أبناء شعب البحرين. أيضاً هناك مخاطر من هذه السياسة مست ملفات الخدمات، ملف التعليم، ووزير التربية والتعليم اليوم هو عسكري سابق، ملف الصحة والآهات التي يعانيها أبناء شعب البحرين في ملف الصحة، وملف الإسكان، وهو ما يمس كل عائلة في البحرين. هناك أكثر من 50,000 طلب إسكاني لحد هذا اليوم، هذه الطلبات معطلة في مقابل أستطيع أن أقول عشرات الآلاف من المنازل بنيت إلى المجنسين. لكن هذه الصورة القاتمة جعلتنا أيضاً نشد من عزيمتنا، لأن قضيتنا عادلة، ولأننا نعمل في إطار القانون، ولأن أبناء شعبنا هم من يسندون، وهم في الحقيقة من ثاروا وفجروا هذه الثورة. لذلك جاء شعار هذا العام للمعارضة البحرينية على طريق النصر، وهناك انتصارات أوجزها بشكل سريع. هناك انتصار سياسي حققه أبناء شعب البحرين، هذا الانتصار السياسي واضح وجلي في أن أبناء شعب البحرين لديهم مشروع سياسي، بينما نظام آل خليفة يملك البندقية والرصاصة. هناك انتصار دبلوماسي، برغم محاصرة المعارضة وبرغم محاصرة أبناء شعب البحرين ومحاولة تشويه صورتهم، إلا أن الكثير من الحكومات والأحزاب والحركات والشعوب العربية والإسلامية وغير العربية والإسلامية اليوم تعرف عن قضية شعب البحرين وتناصر أبناء شعب البحرين وتستقبل المعارضة وتستقبل النشطاء الحقوقيين وغيرهم. هناك انتصار ميداني، 6 جيوش في البحرين، قتل، إرهاب، استهداف على جميع المستويات، لكن لا زال هذا الشعب يتظاهر بشكل يومي. هناك انتصار حقوقي، مع أن الحكومة البريطانية أرسلت مسؤولين بأموال دافعي الضرائب لمجلس حقوق الإنسان للدفاع عن نظام آل خليفة، لكن مجلس حقوق الإنسان يدين نظام آل خليفة ويدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وهناك أيضاً انتصار إعلامي، برغم أن هناك تعتيم على ثورة أبناء شعب البحرين، لكن لا يستطيع مسؤول خليفي واحد أن يجلس في مناظرة مع معارض أو ناشط سياسي اليوم، لأنهم لا يملكون قضية ولا يملكون مشروعاً. في نهاية هذا الحديث أحب أن أؤكد على أن هذه الثورة هي على طريق النصر، وهناك مفتاح أساس للحل في البحرين، استعادة الاستقلال والسيادة للبحرين. نحن لم نكن في يوم من الأيام نريد للبحرين أن تكون ملفاً إقليمياً أو دولياً. نحن لا نريد 7,000 جندي أمريكي أن يقتلوا في البحرين بعد قرار جبهة عريضة في الأمة العربية والإسلامية بمواجهة الأمريكان. لا نريد هذه المسألة، نظام آل خليفة والأمريكان هم من يريدونها. بداية الحل أن تفرغ البحرين من القوات والقواعد العسكرية الأجنبية. بداية الحل أن يعترف لأبناء شعب البحرين بحقهم في تقرير مصيرهم وأنهم مصدر السلطات جميعا.
أنا أدعو القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية وهم 7,000 جندي في البحرين لأن يخرجوا من هذه الجزيرة الصغيرة، لأن وجودهم هو دعم إلى نظام استبدادي، ولأن وجودهم يشكل خطراً على أبناء شعبنا وعلى منطقتنا، ولا نريد للبحرين أن تكون مذبحة للأمريكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر أستاذ العزيز علي فايز الذي لخص أمور مهمة وعبر عن معاناة شعب البحرين والخطط التي تحاك ضده، وتفضل وذكر هذا الشعار على طريق النصر، ونحن دائما إن شاء الله على طريق النصر، لأن هذا الجيل سمى الدكتاتورية والاستبدادية بمسمياتها، لأن هذا الجيل أشر إلى القاتل الحقيقي والقتل الخليفيين الحقيقيين، لأن هذا الجيل عبر عن رأيه وبعد الله سبحانه وتعالى اعتمد على نفسه وعلى شعبه. اليوم أيضا في سنة 2012 استشهد الشهيد الغالي من جد حفص الشهيد حسين البقالي، واستشهد الشهيد الحاج منصور سلمان حسن أيضا من سترة الرحمة عليهم. نبقى الآن مع نشيد الألم للأحبة المطاردين الذين نحن في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نوجه لهم التحية على هذا الصمود الأسطوري، على هذه الظروف الأمنية التي يعيشونها. نبقى مع نشيد كهف الألم. متخفي طول الليل وحدي وجفاني النوم، كهف الألم والخوف من الأهل محروم، أحسب حساب البين قلبي الصبح مظلوم، عيني على الجدران وتراقب القيوم، وأعزف على جنوني وأمل هذه الحقيقة واحتمل، ميت على إحساس الوصل وصل الأمان أحتاج، وأعزف على جنوني وأمل هذه الحقيقة واحتمل، ميت على إحساس الوصل وصل الأمان أحتاج. مشتاق أحس بحضان دفوة حنان البيت، مسحة أبوة عيد بسمة فرح يا ليت، لو ضمت أخذني عن وحدتي تمنيت، ويا الأموم الشوق طول العمر وفيت، يما الحنونة واعتذر أنا شكثر عندي صبر، دمع الألم ظل مستمر مثل البحر أمواج،
يما الحنونة وأعتذر أنا شكثر عندي صبر دمع الألم ظل مستمر مثل البحر أمواج أحذر من عيون العدو ترصدني من أرتاح لا راح ما ظل أمل لا هم بعد ينزاح أخفض خرابة وأحتمي والنخلة تحرسني خايف يراقبني الغدر من أشعل المصباح أحذر من عيون العدو ترصدني من أرتاح لا راح ما ظل أمل لا هم بعد ينزاح أخفض خرابة واحتمي والنخلة تحرسني خايف يراقبني الغدر من أشعل المصباح اسحبني شمسي بالأمل والفجر بنوارة أطل لابد أحقق غايتي نور النصر وهاج اسحبني شمسي بالأمل والفجر بنوارة أطل لابد أحقق غايتي نور النصر وهاج نعم هو الألم هم الألم ولكنهم مشروع الأمل فتحية لكم أيها الأحبة المطاردين ونسأل الله أن يفرج عن هذا الشعب وترجعوا ويتم الشمل إلى أهاليكم ويفك الأسرى ويرجع كل مغترب إلى أهله شعب اليمن وما أدراك ما شعب اليمن شركاؤنا في المظلومية أبناء عمنا وهم سندنا ونحن معهم نشترك تحت هذا العدوان السافر السعودي بقيادة محمد بن سلمان الذي قواته ما زالت تحتل أرض البحرين كما تقصف في اليمن نبقى مع كلمة ابن اليمن العزيز الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ أحمد المؤيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين في الحقيقة في هذه المناسبة الكلام عن البحرين كلام ذو شجون وأحب هنا أن أقول من يمن الصمود والعزة لأهلنا في البحرين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وسلام الله على أمهات وآباء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الحرية والكرامة بأفضل وأسلم وأروع طريقة في التعبير في بين ثورات الربيع العربي التي انطلقت منذ ما يقارب 9 سنوات شعب اليمن نظرته لشعب البحرين كانت كالتالي شعب راق متعلم مؤدب في كل أسلوب يعني تعبيره وثورته كان يحتل المرتبة الأولى بين ثورات الربيع العربي في المنطقة حتى عندما طالب في ثورته لم يطالب بإسقاط النظام وإنما طالب بالإصلاح وطالب بأخذ حقوق طبيعية يعني لا يحتاج أو لا يختلف عليها اثنان هناك الأكثرية من الشعب البحريني يعني مسلوبة حقوقه مصادرة كرامته لا يشارك في صنع الرأي السياسي وهناك أقلية مستبدة لا توفر له على الأقل الحد الأدنى من تلك المطالب التي يريدها والكل يعلم أن هذه طريقة سيئة في الحكم يعني مع مرور الوقت سيكون هناك احتقان والاحتقان على المدى البعيد ليس في صالح لا البلدان
ولا الحاكم ولا المحكوم، ولكن مع ذلك كانت الدائرة التي دارت على اليمن ودارت على فلسطين هي نفس الدائرة التي دارت على البحرين، فكان هناك دعم غربي من أنظمة معينة، وكان هناك تدخل مباشر من أنظمة معينة لكي يحققوا أهدافا معينة وواضحة. ثم نجد أن القاسم المشترك في الموضوع كله كان النظام السعودي، ومن خلفه أمريكا وبريطانيا كما يعلم الجميع، لأنها تقريبا هي الراعي الرسمي لهذا النظام الذي يعيث في الأرض فسادا. ولكي يعلم الجميع حتى أن ثورة البحرين كانت سلمية وكانت من أرقى الثورات، حتى تاريخها كان في 14 فبراير، يعني يوم هدوء ويوم يعني محبة وسلام للجميع، ولكن من تخاطب ومن تحدث. ولذلك أمعن النظام الخليفي في القتل والتفنن في التعذيب، فما بين أسير وطريد وقتيل ويعني مستوى من مستويات الإيذاء والإجرام بلغت حدا غير مسبوق، وصلت إلى تدخل أيضا النظام السعودي بقواته، ورأينا ما رأينا في دوار اللؤلؤة وممارسات أخرى استمرت ولا زالت لحد الآن تمارس. نفس القصة ونفس الأسلوب في اليمن، ولكن على مستوى أقوى. شعب اليمن يعني شعب محارب، وشعب قد تمرس في يعني في مع الشدائد والصعاب، وبالتالي ناله نصيبه بنفس الحجم من الصعاب والشدائد الذي تعود عليه، ورأينا ورأيتم ورأى العالم كله ذلك القصف والتدمير وإلى آخره. ولكن ما نريد أن نؤكد عليه أن اليمن والبحرين هما في نفس الخندق، وانتصار أحدهما هو انتصار للآخر، لأن الثورتان تنبعان من مشكاة واحدة، والمطالب حتى في اليمن كانت بنفس الأسلوب التي كانت في البحرين، أي كانت لم تكن إسقاط النظام، وإنما كانت إصلاح النظام، تنفيذ ما اتفق عليه، تنفيذ ما وقعه الناس واتفقوا عليه من مخرجات الحوار الوطني في وقتها. ولكن كان النظام السعودي أيضا وراء الكواليس يريد أن تنحرف الأمور بشكل آخر، أن يكون هو المسيطر على كل مجريات الأمور في البلد، كما هو الآن مسيطر على كل مجريات الأمور فين؟ في البحرين. انظروا إلى أين أوصلتنا هذه الأنظمة التي وقفت ضدها الشعوب الحية، حتى نرى عندما نقول مثلا مع من كان الحق، يعني هل هذا الشعب يعني خرج يعني أشرا أو بطرا؟ انظروا الآن من هم العرابون لصفقة القرن، من هم الذين لديهم استعداد أن يمولوا صفقة القرن، أن يهيئوا الشعوب سياسيا، أن يعملوا على ذلك إعلاميا، أن يهيئوها ثقافيا، أن يقمعوا كل صوت ضد هذه الصفقة. مع كل الأسف يعني أقولها بمرارة أن نظام الحكم في البحرين هو الذي تولى كبر هذا الأمر، مع العلم أن البحرين يعني كدولة إمكانات أو ثقل سياسي أو كذا هي يعني متواضعة مقارنة بدول أخرى مؤثرة في العالم وكذا، ولكنها في هذه النقطة تحديدا تريد أن تكون في المقدمة. ما الذي جعل البحرين في هذا الموقف؟ إنه النظام الذي ثار الشعب عليه. إذن واضح جدا أن الشعوب عندما ثارت ضد شر محض. حقيقة أنا دهشت عندما سمعت مرة أنه يعني ملك البحرين يعني يعتب على بريطانيا أنها خرجت وغادرت، يعني الناس يسعدون ويقيمون يوم استقلال ويوم عندما يخرج المحتل وإلى آخره، وهذا النظام يعني يقول لهم ليش خرجتوا، يعني ما كان في داعي أساسا. إذن يعني عندما ترى الخصم وترى أفعاله تعرف من هو الطرف الآخر بدون حتى أن تستقرئ يعني كثيرا من الأمور، تستطيع أن تفهم لماذا ثار هذا الشعب، وما هي كمية الهضم الذي حصلت عليه من حقوقه بمجرد أن ترى أفعال الطرف الآخر أو ترى النظام الذي طالبوه بالإصلاح وإلى آخر. أنا لا أريد أن أطيل، فقد سبقني الإخوة بكلام جميل ووضح كثيرا من الأمور، ولكن هنا أنا أشد على أيدي الثوار البحرينيين وأقول لهم استمروا في نضالكم، فما ضاع حق وراءه مطالب. إخوتكم في اليمن تحديدا وفي الإقليم بشكل عام يساندونكم ويعرفون مظلوميتكم، وأنتم وإياهم جسد واحد.
إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. تحية لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر للأستاذ أحمد المؤيد، وهو الكاتب الأكاديمي والباحث اليمني، والذي تحدث عن كيف يفرط حمد بن عيسى آل خليفة بالسيادة، سيادة البحرين، وهو في كل ساعة وفي كل يوم يفرط بهذه السيادة. طبعا الرحمة على الشهداء الأجنة محمد الديري وعلي الديري الذين استشهدوا في سنة 2013، والرحمة على الشهداء الأطفال الشهيد علي بداح وغيره من الشهداء الذين استشهدوا في البحرين. الآن يشرفني كمدير مكتب سياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أن أعطي رسالة الائتلاف السياسية في هذه المشاركة وهذا المؤتمر الصحفي، وهذا ختام المؤتمر الصحفي. نحن جيل التغيير، جيل ائتلاف 14 فبراير هو جيل التغيير، وهذه الثورة نعدها هي إن شاء الله آخر الثورات، وهي مسار ليست احتفالات فقط تقام لأجل الاحتفالات، وإنما هي مسار ثوري. اليوم نحن في هذا الظهور الأول من العاصمة البريطانية لندن، وأنا ممثل لشباب ائتلاف ثورة 14 فبراير. لابد أن تصل الرسالة كما هي من البحرين، كما يجب أن تصل، كما هم أهل البحرين وشبابها وثوارها، أهل علم وسلم راقي. لماذا نطالب بحق تقرير المصير؟ المطالبة بحق تقرير المصير عندما يعطى لشعب البحرين هي المخرج الوحيد لتنتقل البحرين إلى الدولة الحقيقية ذات السيادة، دولة ليس فيها فساد، ليس فيها دكتاتور يقبع الرأي ويضرب كل الانتهاكات والمواثيق الدولية، دولة لا يوجد فيها تمييز، دولة لا يقتل فيها الإنسان البحريني ولا يهمش، دولة يحصل فيها الإنسان البحريني المسالم على حقوقه المدنية والوطنية كاملة. لا دولة يعدم فيها الإنسان، لا دولة عندما يغرد المواطن البحريني ويعبر عن رأيه يحكم بسنين خلف القضبان. تقرير البصير، نحن أجرى الإخوة والأخوات من البحرين استفتاء شعبي وهناك قبول كبير عليه رغم الظروف الأمنية. لو تسأل كل الأجيال اليوم اللي قبلنا 40-50 سنة كلهم ضحوا لهذا اليوم. المواطن البحريني راقي، الشعب البحريني راقي، لكن ابتلينا بقدر واختبار كبير، وهناك من يراها لعنة اسمها حمد بن عيسى آل خليفة ونظامه الدكتاتوري. لعنة هي لعنة خليفية، ولكن اختبار حقيقي لشعب البحرين. حق تقرير المصير في البحرين، وأنا أدعو الرأي العام وأدعو كل من يشاهد هذا المؤتمر الصحفي، هذا ميثاق اللؤلؤ موجود في العناوين، موجود في موقع ائتلاف 14 فبراير، هذه هو هويتنا، موجودة باللغة العربية والإنجليزية. هذا الميثاق الذي سنخاطب به كل عاصمة أوروبية، هذا الميثاق الذي نعبر فيه عن رأينا وله قبول في الساحة البحرانية، هو ميثاق اللؤلؤ. ندعو الجميع أن يقرأه لكي يعرف من هم هذا الجيل شباب ائتلاف 14 فبراير، ومن هذا المكون الذي هو بعيد عن كل صبغة حزبية وغيرها. فإذا حق تقرير المصير هو مسار. ما هي أسباب كراهية الشعب البحريني لهذا النظام؟ هذا الشعب البحريني المحب، هذا الراقي، هذا المعروف بأخلاقه بكرمه بتاريخه بطبعه بسلميته برقائه بعلمه، لماذا يكره هذا النظام الخليفي المتخلف الذي قتل واغتصب؟ عندما تسمع عن بلد صغير 400 طفل معتقل، عندما تسمع عن انتهاكات جنسية وتحرش جنسي ضد نساء، عندما يذكر
الدكتور بسيوني 4 حالات اغتصاب جنسي تعرضوا لها أخواتنا في السجون أمام مرأى العالم، أمام مرأى المنظمات. عندما تسمع عن هذه الاغتيالات، عندما تسمع عن الشهيد سامي مشيمع والشهداء الذين معه يعدمون في فجر أليم، عندما تسمع عن تهميش كامل في كل مستويات ما تسمى بالدولة، هي دولة خليفية ونحن نسعى لتكون دولة بحرينية يحكمها شعب البحرين. النظام عندما يحكم الناس لأنهم دعوا إلى كراهيته أو تحريض على كراهية النظام، في الدستور يقول لك أن حق التجمع مقفول، ولكن يعتقلون الأشخاص لأنهم تجمهروا. هذا الحاكم يكذب، هذا الحاكم حمد بن عيسى والذين معهم هم يكذبون، هم وسيلتهم فقط الكذب، وللأسف تسويق هذا الكذب للمجتمع الدولي. كل إجراء يقوم به حكام آل خليفة في البحرين هو مدعاة لكراهيتهم. اليوم الجيل الصغير ولدوا في 2010-2011 يكرهون هذا النظام أكثر من الجيل السابق. لماذا؟ يستيقظون من الصباح أبوهم معتقل، مداهمات منتصف الليل، يسمعون عن أمهم تعرضت لاغتصاب جنسي من قبل أمر هذا الحاكم إلى وزير خارجيته، وزير داخليته، وزير الذبح، وزير القتل راشد آل خليفة. كيف نحب هذا النظام؟ لا أتصور من يسمعنا اليوم يقبل، لأي شعب حر يقبل أن يكون تحت تأثير عصابة تختصب وتقتل، ويظهرون القادة والرموز معذبين أمام الشاشات يعترفون باعترافات لم يقومون بها. هذا هو الإرهاب المتوحش. لا يستطيع أي شعب حر أن يتعايش مع هذه الأنظمة، ولأننا شعب حر في البحرين. نحن فعلا شعب وشعب سيادة، كريمين طيبين وأجدادنا طيبين، أبنائنا طيبين ونبقى طيبين، ولكن صارمين ضد حقوقنا، ولهذا ضحى الشعب. عندما تسمع عن إسقاط جنسيات 1000 ويفوق أسقطت جنسياتهم، وغيرهم اللي عندهم الجنسية البحرينية ما يستطيعون يسافرون، المطار منفذ للاعتقال، مطار الجوي، مطار البحرين ما يسمى بالمطار البحرين الدولي، الجسر منفذ بحري للاعتقال، حياة غير آمنة. أنا أشرح لكم الحالة اللي يعيشها المواطن اليوم، فقر، تهميش. تفضل الأستاذ علي الفايز وذكر عن التجنيس الذي يرهق شعب البحرين. أزمات، نحن أصحاب سلم، ولكن ضحية أزمات هذا الحكم المتخلف، يرأسه هذا المتخلف حمد بن عيسى آل خليفة. تشويه صورة المعارضة. أنا جئت إلى لندن، جئت إلى بريطانيا، وهناك صورة عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير. المعنيين والمعنيين بهذا الملف البحريني في كل مكان والمتابعين يعرفون أن هذه الفئة شبابية عندما يشاهدونها اليوم في البحرين. فئة لها أنشطتها الخيرية، فئة لها أنشطتها الثقافية، فئة حتى في ميثاق اللؤلؤ، حتى في العمل الميداني ندعو إلى تحشيد الساحات للمطالبة بحق تقرير المصير. اليوم من العاصمة لندن نبين هذه الصورة ونقول للرأي العام نظام آل خليفة يسعى لتشويه صورتنا كلنا، مو بس ائتلاف 14 فبراير، كل الشعب يسعى نظام آل خليفة لتشويه صورته. ولكن اليوم نحن سنقلب الطاولة عليكم، في كل عاصمة سنذهب إليها سنبين هذه الصورة. فشباب 14 فبراير وائتلاف 14 فبراير هو ائتلاف ثورة، هو ائتلاف مستغير، هو ائتلاف يدعو إلى مسار جديد، نقلة جديدة، والقرار عند شعب البحرين. لا ندعو إلى العنف ولا نتبنى العنف، حتى في مجلس التأسيس لهذا الائتلاف السلمية هي شعارنا، ليست خوف ولا 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 عدم ثقة، السلمية هي مسار، ونحن بهذه السلمية إن شاء الله سنأخذ كل حقوقنا، ونحن أصحاب النفس الطويل. فهذا الأمر يجب أن نوضحه، والتشويه لن يقف، وعلينا نحن كلنا أبناء شعب البحرين في الداخل والخارج، لأن الداخل مقموعين من الكلمة، يجب علينا أن نواجه هذا التهميش وصورة المعارضة، يجب أن تصل وإن شاء الله ستصل في كل مكان. رسالة إلى المجتمع الدولي، أبات اليوم من الضروري عندما تسمع ناس يقول لك ما أين المجتمع الدولي، المجتمع الدولي يقف مع الحروب مع الظلم، ولكن نحن شعب متحضر وندعو هذا المجتمع وأصحاب القرار في هذا المجتمع، عندما يحصل شعب البحرين على حق تقرير مصيره لن نقبل بأي عدوان على أي دولة أخرى، سنكون
دولة مسالمة في السلم في المنطقة، سنفتح علاقاتنا مع الكل، علاقات الند بالند، علاقات يقبلها المجتمع الدولي ويحترمها، لا مثل هذا الدكتاتور حمد الذي شوه صورة البحرين، أذل البحرين، جعل بلدنا كما تفضل الأستاذ علي بلد بخط الجنسي، يعني قاعدة عسكرية بريطانية، قاعدة عسكرية أمريكية، جيش أمواج الخليج الإماراتي، احتلال السعودي ما يسمى درع الخليج، درع الجزيرة، واحتلال سعودي. عندما نحصل على حق تقرير مصيرتنا يجب على المجتمع الدولي أن يساعدنا اليوم بالمواثيق. نحن لن نخرج عن هذه المواثيق، لن نخرج على هذه القيم، نحن في الحقوق، في الساحة الحقوقية البحرينية والسياسية وكلها تسعى إلى هذا الأمر. اليوم قرار سياسي مقتول في البحرين، الرموز والقادة، أستاذ حسن مشامع بآلامه السرطانية في السجن، أستاذ عبد الوهاب، المقدادين، الشيخ علي سلمان، الوالد المهجر شيخ عيسى أحمد قاسم، كلنا نشترك اليوم مع هذه القيادات أن نسعى إلى نقل البحرين إلى نقلة تكون يرتاح منها حتى المجتمع الدولي، يرتاح منها الجيران، وهذه رسالة ائتلاف 14 فبراير، ولن نحيد عنها، ولن نقبل أن نركع لآل خليفة، لن نقبل له أن نركع لهم. اليوم حقوق الطفل وحقوق المرأة في البحرين حقوق منتهكة، حقوق الإنسان البحريني، ولكن اليوم الأطفال من لهم؟ النساء في المعتقلات من لهن؟ يجب أن يتحرك هذا المجتمع من يشاهدنا أن يضغط على هذا النظام لكي لا تكون هذه الانتهاكات وهذه العربدة، اعتقالات يومية، أطفال يعتقلون على مدار الساعة. ونحن ومع الختم ختام هذه الكلمة لابد أن نذهب إلى الحبيبة الغالية القدس، فلسطين، قدس الأقداس، هي معيار الشرف والعروبة والكرامة الإنسانية، والتي حتى في بياننا التأسيسي وفي تأجيس المكتب السياسي والمجلس السياسي لإئتلاف 14 فبراير فلسطين هي الحاضرة الأولى ولن تغيب. فلسطين هي معيارنا، نحن مع تحرير الأرض الفلسطينية من هذا الاحتلال، نحن مع الحق الفلسطيني، نحن مع الإجماع العربي في إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، ونحن مع الأخوة الفلسطينيين، ونحن ضد أي احتلال، ونحن ضد صهينة البحرين، ولن نقبل بصهينة البحرين، نقبل بعروبة البحرين، والبحرين ستبقى عربية إن شاء الله. أنا أشكركم، أشكر الحضور، أشكر وسائل الإعلام، ونحن في ائتلاف 14 فبراير سنكون دائما على العهد، أوفياء للشعب، للرموز وللقادة وللمعتقلين ولكل من، وسنمد يدنا لكل من يساعدنا على أن نتخلص من هذه الدكتاتورية. السلام عليكم، السلام على شهداء البحرين، ورحمة الله وبركاته، ومنصورين إن شاء الله.